كان التشالنج انه نقدر نعمل مستشفى، هو مستشفى اكاديمي طبعا لكلية الطب في جامعة البلمان، ولكن هو لخدمة اهل المنطقة. المستشفى كبره راح يكون 38 الف متر عمار، يضم 200 سرير ويضم كل الدوائر المطلوبة بالمستشفى الجامعي، من الطب الداخلي إلى الجراحات المختلفة إلى الجراحة النسائية والتوليد إلى طب الأطفال. كما سيكون هناك emergency room اللي eventually بتصير إن شاء الله trauma center لكل المنطقة. العمل جاري إنه هذا المستشفى يكون JCI accredited، يعني معتمد من أهم agencies بالعالم. بجون 2020 سنفتتح هذا المستشفى، وما بقلكم زوروه كمرضى بس فيكم تزوروه كأصدقاء وأصحاب. أهلا وسهلا فيكم.